الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا للكتاب، شرح ثلاثة أصول وأدلتها والقواعد الأربع، الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، والشرح والتعليق للدكتور هيثم سرحان حفظه الله تعالى وجزاه الله خير. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 27 من محرم لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 7 من الشهر العاشر لعام 18 و2000. وقفنا على الصفحة 17. نعم. ثالثا، أهمية دراسة التوحيد. أقرأ كلام الآن الشيخ محمد الوهاب، وشيء اعلم أرشدك الله. نعم، قول المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: ثالثا، أهمية دراسة التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. نعم. يقول الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته، بأسلوب لطيف يدعو لك بهذا الدعاء أن يرشدك الله عز وجل للطاعة. أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم الذي كان عليه، وإبراهيم هو الخليل عليه السلام، اتخذه الله خليلا لأن الله عز وجل أحبه محبة عظيمة. قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وذلك لإخلاصه لله عز وجل. فما ابتلاه الله عز وجل بأمر إلا وأتمه كما أمره الله. فقال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. فجعله الله إماما متبعا، حتى اليهود يقول كان إبراهيم يهوديا، حتى النصارى يقول كان إبراهيم نصرانيا، وحتى مشرك العرب يقول إيش هو جدنا ونحن منه. فرد الله عليهم جميعا، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان المشركين. فوحد الله عز وجل وعبد الله وحده لا شريك له، ودعا إلى ذلك، وحطم الأصنام، وتحمل في سبيل الله عز وجل، حتى أن الأنبياء من بعده من ذريته. فإذاك يسمى إيش؟ إمام الأنبياء، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشبه ما يكون بإبراهيم عليه السلام لما رآه في ليلة الإسراء، يعني من شبهه، هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. وأبناؤه إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل، وأبناء إسحاق يعقوب ويوسف والأسباط، وإسرائيل يعني بالعبرانية معنى عبد الله، اللي هو يعقوب عليه السلام. فيعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الابن الثاني لإبراهيم عليه السلام إسماعيل، من ذريته من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك تنسب هذه الملة له، لأنه جد الأنبياء، كل الأنبياء بعد جاءوا من ذريته، ودعوته كانت عظيمة. ومع ذلك يقول الله جل وعلا: فآمن له لوط واحد، لكن دعوة التوحيد حققها ودعا إليها وجعلها كلمة باقية في عقبه حتى بلغتنا إلى يومنا هذا. فهي دعوة عظيمة، دعوة لا إله إلا الله، إفراد الدين، إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، يعني خلقهم لعبادته وأمرهم بذلك، خلقهم لعبادته. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب حصر، لأنه قال وما خلقت نفي ثم قال إلا، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، يعني لهذا خلقهم الله عز وجل لا لشيء آخر. أين النفي في قوله ها وما، وأين الاستثناء في قوله إلا؟ والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر،
فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، لهذا خلقهم الله عز وجل، وبهذا أمرهم. فقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا وإياي فاعبدون. وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك المسلم إذا عبد الله وحده لا شريك له وسعى في تحقيق ذلك ووفق الله لتحقيق ذلك فقد أتى شيئا عظيما من أجله خلق، يعني خلقت حتى توحد الله عز وجل، فتوحد الله سبحان الله مهمة عظيمة. إن رأيتم لو أرسل إنسان في مهمة ثم أنجزها كما أرسل، ها سافر إنسان ليقضي الحاجة الفلانية ثم ذهب وقضاها بالوقت المحدد وتم الشغلة كاملا ورجع إلى بلده، كن هذه إيش رحلة ناجحة ولا لا؟ نحن في رحلة خلقنا في هذه الدنيا لن نبقى فيها من أجل نحقق الهدف والغاية والحكمة التي خلقنا من أجله وهي عبادة الله عز وجل. فإذا خلقنا الله عز وجل في هذه الرحلة في الدنيا وعبدنا الله وحده لا شريك له وتوفانا الله عز وجل فقد حققنا الحكمة التي خلقنا من أجلها. لكن يذهب إنسان في سفر لقضاء حاجة معينة ثم لا يقضيها هذه سفرة فاشل، ما في إلا التعب والخسائر والمصاريف، صح؟ ربما بعد إيش يعني يأتي بنقيض ما ذهب إليه. ولكن إذا خلق الإنسان خلق الجان لعبادة الله وأتى هذه الدنيا وعاش فيها وعبد الله وتوفاه الله لو لم يخرج من الدنيا إلا بهذا فقد إيش كفى وفى، لأنه خلق من أجل هذا أصلا، لا لأن يأكل ويشرب ويتزوج وإلى آخره، هذا متاع الدنيا اللي أباحه الله عز وجل لعباده وشرعه له. لكن الحكمة الأساسية التي منها خلقنا من أجلها خلقنا هي إيش؟ عبادة الله عز وجل. وذاك يجب أن يكون هذا هو الهدف الأعظم. ما يقال إيش الجهاد أسمى أمانينا، لا، أسمى أمانينا أن نعبد الله، الجهاد وسيلة لعبادة الله. تبهتم؟ إيش أسمى أمانينا؟ أن نعبد الله وحده لا شريك له، هذا هو النجاح الباهر، أن تحقق العبادة لله عز وجل. قال وبذلك أمر الله جميع الناس، كل الناس، وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش هذا الأسلوب؟ أسلوب ماذا؟ حصر. لا لا لا، أسلوب حصر، صح؟ كيف عرفنا أسلوب حصر؟ لأن جاء إيش استثناء بعد النفي. أين الاستثناء؟ إلا، أين النفي؟ وما خلق. فاستثناء بعد نفي الحصر، لما يقول ما حضر أحد إلا محمد، يعني نفيت الحضور وأثبت لشخص واحد وهو محمد، ها؟ مثل لا إله إلا الله، نفي عن جميع الآلهة أن تستحق العبادة وإثبات العبادة المستحق لله وحده، هذا معنى استثناء بعد نفي. وهنا قال ما خلقت وما خلقت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فصارت حصر الحكمة التي خلقنا من أجلها في عبادته جل وعلا. قال ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يعبدون معنى يعبدوني يعني يوحدوني، صحيح؟ لأن العبادة إن لم تكن بالتوحيد لله وحده فليست بعبادة، عبادة باطلة، عبادة حابطة. قال جل وعلا إن أشركت ليحبطن عملك، يعني جميع الأعمال الأقوال والأفعال القربات الصلوات الصيام الزكاة مع الشرك حابطة. فالعبادة إن لم تكن عبادة صحيحة فليست بعبادة. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أساء في صلاته، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى أو لم يصلي؟ صلى. فكيف يقول له عليه الصلاة والسلام لم تصلي مع أنه صلى؟ لأن أتى بالعبادة بعبادة غير صحيحة، فقال أنك لم تصلي، ارجع وصل فإنك لم تصلي. وهكذا الذي يعبد الله عز بعبادة
ويشرك مع الله عز وجل آلهة أخرى أو إلها آخر فعبادته باطلة، والباطل كعدمه، الباطل كعدمه، واضح؟ واحد عنده رصيد ما شاء الله ملايين لكن بعملة مزورة، عملة ملغية، يعتبر مفلس ولا لا؟ كل الملايين مفلس؟ نعم مفلس، لأنها إيش؟ لأنها مضروبة، لأنها مزورة، لأنها ملغية. فالعبادة هكذا إذا كان فيها الشرك فهي ملغية. فالذي لا يعبد الله عز وجل والذي يعبد الله ويشرك معه، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، لا فرق، هذا ما عبد الله وهذا عبد الله بعبادة باطلة، لا فرق بينهما. من الذي ينجو؟ الذي يعبد الله ويخلص الدين لله، الذي يعبد الله ولا يشرك بالله عز وجل أحدا. فإذا قال ومعنى يعبدوني أي يوحدوني، فالعبادة بلا توحيد كعدمها، كالذي يصلي بلا وضوء مع قدرته على الوضوء متعمدا ذاكرا مستحضرا عارف أنه مش متوضي ويصلي، إيش حكم صلاته؟ باطلة. فالذي يعبد الله عز من غير إخلاص، يعبد الله يشرك معه أحدا، يعبد الله ويعبد معه غيره، فعبادته مردودة. قال الله عز في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي رفض فهو الذي أشرك، إما أن يكون لله وحده وإلا فهو الذي أشرك. فقال ومعنى يعبدوني يعني يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. هذا يدلنا على أن التوحيد له إطلاقان، يطلق التوحيد ويراد به توحيد العبادة وحده وهو نوع من أنواع التوحيد، ويطلق التوحيد ويراد به بمعناه الشامل إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية اللي هي العبادة والأسماء والصفات. فإطلاق هنا الشيخ للتوحيد بمعنى الخاص وهو إفراد الله بالعبادة. وفي الحقيقة أن التوحيد إنما قسم هذا من باب التسهيل حتى يستوعبه الطلاب، ولا التوحيد شيء واحد، إفراد الله بما يستحب. فمن عبد غير الله عز وجل ولو أقر بالربوبية ثم عبد غير الله فهو مشرك، ومن قال أن مع الله خالق يخلق فهو مشرك، ومن قال الله مثيل في أسماء وصفات فهو مشرك. إذن من هو الموحد؟ هو الذي يقول الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير ومستحق العبادة وحده لا شريك له، ويعبده وحده لا شريك له، ويؤمن به أنه لا مثيل له لا في أسماء الحسنى ولا في صفاته العلى. فالتوحيد الآن يطلق ويراد به ماذا؟ بمعناه العام بأنواعه الثلاثة، الربوبية والألوهية وأسماء الصفات. ويطلق التوحيد ويراد به إيش؟ توحيد العبادة. فقال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ربنا جل وعلا أمر بالتوحيد فحسب ولا أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك؟ أمر بالتوحيد، لم يأمر بعبادته فحسب، بل أمر بعبادته ونهى عن الشرك. فذلك قال جل وعلا آية صريحة واضحة، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحيانا يأمر بعبادته سبحانه وتعالى فيقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأحيانا ينهى عن الشرك فيقول لا تدعوا مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحيانا يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك في موضع واحد، آية النساء فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحيانا ينهى عن الشرك، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولا بد أن نعرف هذا كله. فنحن أمرنا بالتوحيد بالعبادة لله وحده لا شريك له، ونهي عن الشرك. فمن عبد الله مع الشرك فهو مشرك، ومن ترك عبادة الله فهو مستكبر معرض، هذا كافر وهذا كافر. إذا من الذي ينجو؟ الذي يعبد الله ولا يشرك بأحد.
لو أن الإنسان أقر بأن الله جل وعلا مستحق للعبادة لكن لا يعبده، هذا ليس بموحد، ليس بمسلم. أخي الكريم، معنا أنت بالدرس ولا قاعد تقرأ القرآن؟ لماذا جلست هناك؟ تعال هنا، حياك، ننتظرك، موقف الدرس لما تجي، يلا عشان تجي بسرعة. تعبان شيء تسند هنا، أما هناك ما يصلح. طيب، إذن أمرنا بعبادة الله عز وجل ونهينا عن الشرك. فمن أقر بأن الله يستحق العبادة ولا يعبده ليس بمسلم، ومن أقر أن الله يستحق العبادة وعبده وعبد معه غيره ليس بمسلم. إذن من هو المسلم؟ الذي يقر بعبادة الله ويقوم بعبادته ولا يشرك بأحد. هنا انضبط الإسلام، واضح؟ قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. والشرك هو أن يجعل مع الله شريك في حق من حقوقه، أما في الربوبية وأما في العبادة وأما في الأسماء والصفات. لكن الشرك بمعنى الخاص، كما أن التوحيد له معنى خاص وهو إيش؟ إفراد الله بالعبادة، في معنى عام وهو إفراد الله بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة. كذلك الشرك في له معنى عام، الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية في العباد وقد يكون الأسماء والصفات. لكن مقابل التوحيد الخاص إفراد الله بالعبادة في شرك خاص وهو الإشراك مع الله في العبادة. فقال: وهو دعوة غيره معه. كل العبادات تسمى دعاء، يعني الذبح دعاء، النذر دعاء، الركوع دعاء، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة يسأل الله: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اغفر لي ولوالدي، هذا اسمه دعاء مسألة. ودعاء العبادة أن يتعبد الله عز وجل بعبادات فعله هذا هو دعاء. كيف يعني؟ الواحد الآن لما يصوم رمضان إيش قصده بهذا الصيام؟ صايم حتى يدخل الجنة، فالذي يقول اللهم نسألك الجنة هذا دعا الله دعاء مسألة، والذي يصوم عشان يدخل الجنة هذا إيش؟ دعا الله دعاء عبادة. ودائما أذكر مثلا أكرره بين الحين والآخر ينفعكم الله به. واحد يقول مصلين يقول: يا أخوان والله أنا علي أجار وأنا مريض وأنا كذا، هذا ماذا فعل؟ سأل، صح؟ واحد آخر ما سأل بس جلس هناك عند باب المسجد وفارش له منديل وقاعد كذي، هذا سأل ولا ما سأل؟ لا، سأل بعدها، لكن سأل إيش؟ بالفعل، صح؟ والأول سأل بالكلام. فكذلك الذي يقول اللهم ادخلني الجنة هذا سأل الله دعاء مسألة، والثاني يصوم علشان يدخل الجنة من باب الريان. الأول إيش؟ دعاء مسألة، والثاني دعاء تعبد الله عز بعبادات حتى ينال الجنة. وهذا قال اللهم نسألك الجنة. وما الذي يجب أن يكون لله؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة، كله ما يجب أن يكون لله. تبهتوا؟ فتدعو، فذاك إيش؟ دعاء المسألة أن تسأل الله سؤالا، ودعاء العبادة أن تتعبد الله بالعبادات، المقصود بالعبادات تماما كالذي يقول اللهم ادخل لي الجنة، مثل هذا الذي يقول إيش؟ تصدقوا علي أعطوني، أو يجلس بحركة أيضا يقول أعطوني، هذا سأل وهذا سأل، واضح؟ طيب، الحنيفية يقول لغة، اقرأ. الحنيفية لغة مأخوذة من الحنف وهو الميل. هذا لغة، الحنيفية لغة مأخوذ من الحنف وهو الميل. طيب، وشرعا؟ شرعا هي الملة المائلة عن الشرك المقبلة إلى الإخلاص والتوحيد والإيمان. قال تعالى: قانتا لله حنيفا، يعني مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك. فالحنيف الذي يرجع دائما إلى التوحيد ويبتعد عن الشرك. في ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى اللغوي من الحنف وهو الميل، والشرعي أن يميل عن الشرك إلى التوحيد، يعني يخلص الدين لله عز وجل. قال جل وعلا: قانتا لله حنيفا. قانتا يعني مستمر بالعبادة قائما عليها، حنيفا يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك. طيب، واضح؟ قال السطر اللي بعده، قال: ويوضح هنا المؤلف رحمه الله لماذا ندرس التوحيد
وقد ذكرنا أهميته سابقا. صحيح. تعريف التوحيد كما ذكرنا سابقا في المقدمة لغة مصدر وحد، يوحد توحيدا، وحد الشيء إذا جعله واحدا. لغة مصدر، أين المصدر هنا؟ كلمة وحد ولا كلمة يوحد ولا كلمة توحيدا؟ توحيدا، مفعول مطلق، هذا المصدر. يعني المصدر إيش يقابله؟ المشتق. يعني الكلمات إما مصدر وإما مشتقات، تبهتم؟ إذا أردت أن تعرف مصدر الكلمة أجعل مفعول مطلق، الفعل الماضي وحد، المضارع يوحد، المفعول المطلق توحيدا. ضرب يضرب ضربا، واضح؟ أكل يأكل أكلا، هذا معنى مصدر. فيقول لك لغة التوحيد مصدر للفعل الماضي إيش؟ وحده، والمضارع منه وحده، توحيد، هذا معنى مصدر. تبهتم؟ معنى اللغوي قال وحد الشيء إذا جعله واحدا. يا أخوان وحدوا المجلس، يعني خل موضوعنا واحد، مو كل واحد يتكلم، واحد بالتجارة، واحد بالصناعة، واحد بالزراعة، واحد بالدين، واحد، لا، وحدوا المجلس، خل موضوعنا واحد. وحدوا الزي، ها، يعني كلكم إيش البسوا زي واحد، صح؟ وحدوا الكلمة، يعني خل إيش مش مختلفين، كل واحد له رأي، خلكم على رأي واحد، هذا معنى في اللغة وحد الشيء جعله واحدا. ها، وحدوا الصف، صح؟ هذا النعل الأول. الشرعي قال شرعا، شرعا هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا شرعا. الآن السؤال، ها، شوف نايمين ولا صاحين؟ لما قال شرعا هو إفراد الله بما يختص به، هذا تعريف التوحيد العام ولا الخاص؟ العام. وإيش الخاص؟ ها، إفراد الله بالعبادة، وبالعام إفراد الله بما يختص به. العلماء قرأوا الكتاب والسنة، ما الذي يختص الله به خاص بالله وحده؟ قال الربوبية، أفعال الله، وحده خلق كل شيء، وحده يملك كل شيء، وحده يدبر كل شيء. والألوهية هي العبادات، وحده جل وعلا مستحق، مستحق إيش من العبادة؟ كل عبادة، الصلاة، الصيام، الركوع، السجود، الدعاء، الذبح، النذر، الخشية، الخوف، كل العبادات الظاهرة، الباطنة، القولية، الفعلية، المالية، البدنية، كلها يجب أن تكون لله وحده، ويكون الدين لله، كل الدين لله عز وجل. الأسماء والصفات ولله المثل الأعلى، له الأسماء الحسنى، له وحده، قال له الأسماء، قدم الجار المجرور حتى يفيد اختصاص، لمن الأسماء الحسنى؟ لله وحده، ولله الأسماء الحسنى. لمن الصفات العلى؟ لله وحده، قال وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى له وحده سبحانه وتعالى. فذاك الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد. هذا التوحيد بمعناها العام، إفراد الله بما يختص به. ممكن يقال إيش تعبير آخر؟ إفراد الله بما يجب له. إذا إما تقول التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، أو إفراد الله بما يجب له. بإمكانك تقول إيش؟ إفراد الله بما يجب له ويختص به. تبهتم؟ هذا المعنى العام. مع التفصيل، ما الذي يجب لله ويختص بالله؟ ما الذي؟ ها، قالوا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، قال المؤلف، قال المؤلف ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال إن كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، قال تعالى واعبدوا الله، وحدوا الله، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس وحدوا ربكم، وحدوا ربكم. نعم. رابعا الأصول الثلاثة، وين وصلنا؟ ايه، قفل الصفحة. طيب، رابعا الأصول الثلاثة، رابعا الأصول الثلاثة، أصول الثلاثة، لو لاحظت الآن تو يتكلم على الأصول الثلاثة. الرسالة اسمها إيش؟ ثلاثة أصول. الكلام اللي تتقدم هذا كله مقدمة، يقال أنها رسالة أخرى للشيخ محمد الوهاب، المسائل الأربع وهذه كلها رسالة أخرى ألحقت بها الثلاثة أصول.
انتبهتم؟ توا الآن بداية الرسالة اللي ثلاث أصول، اعلم مسائل الأربع وكذا وكذا كل إيش؟ أن الله عز وجل خلقنا وأنه خلق العباد وأنه لا يرضى أن يشرك به، هذا رسالة مستقلة بالطباعة جمعوها مع رسالة الثلاث أصول، ليس اسمها إيش؟ الأصول الثلاثة، اسمها ثلاث أصول. ما هي الأصول؟ ثلاث أصول، الأصل الأول الله عز وجل، الأصل الثاني دين الإسلام، الأصل الثالث نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ثلاث أصول. وهذه ما وهذا ما ستسأل عنه في قبرك، ستسأل إيش؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا معنى ثلاثة أصول. فسيتكلم الآن الشيخ محمد عبد الله رحمة الله عليه مع التعليق، مع تعليقنا الميسر اللي الله يسر لنا، عن الثلاثة أصول، عن الله عز وجل وتوحيده وما له، وعن الإسلام دين الإسلام بعض يعني أركانه وبعض العبادات، وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يعني أسلوب سهل ومهم وينبغي أن يحفظ، والعلاقة بالمعنى أن الثلاث أصول لو قيل لك ما هي التي يجب على الإنسان معرفتها؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ستسأل في قبرك عن هذا. بقدر ما تكون ثابتا في دنياك على هذا الإيمان ستكون ثابتا في قبرك. يعني واحد مضيع في الدنيا أن الله وربه ومعبوده الذي يعبده ويخلص له الدين، هذا في القبر إذا قيل له من ربك ما يستطيع، ما دام مضيع في الدنيا، مضيع في الدنيا دين الإسلام، لا يعتنق الإسلام ولا يعمل به ولا يؤمن به، هذا في القبر لو قيل له ما دينك ما يستطيع. الآن كثير من المسلمين بالإحصاء العامة، قلت البلد فلانية 80% مسلمون، ما يعرف شيء إلا أن عند الزواج عقد زواج، وعند الوفاة مقبرة المسلم، لا صلاة لا ديانة لا شيء، كل شيء يقول لك إيش بالإحصائية مسلم. هذا نضيع إسلامه في حياته، هذا يثبت في قبره يثبت في قبره، ما هو حي الآن يقال له ما دينك؟ يقول الإسلام. إيش الإسلام؟ قال والله ما أدري، يعني أنا مع الوالد والوالدة، أساس إحنا مسلمون ولا كنصارى ولا كدروز، معهم هذا ما يصلح. كذاك الذي لا يعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن به ولا يعرف اسمه ولا يعرف دينه ولا يعرف ملته ولا يعرف سنته، فهذا لن يثبت إذا قيل له. هذا أقرب ما يقال أو أقرب ما سيقول إذا قيل له من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، إيش سيقول؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون، خاب الناس قالت قلنا معهم، لكن ما ضيع. فالثبات في القبر بتثبيت الله على العبد سيكون إيش سببه؟ ثباتك في الدنيا على إيمانك بالله وإيمانك بدينك وإيمانك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واجب. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إذا ربي، لأن الله عز وجل رب العالمين، والعالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله ما هو موجود هو من العالمين، وربنا جل وعلا رب العالمين، رب كل شيء، رب لرب آباء الأولين، رب السماوات والأرض بينهما، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب العالمين، وكل من سوى الله فهو عالم. قال: وأنا واحد من العالم، في عالم الجن، في عالم ملائكة، في عالم بشر، في عالم طيور، في عالم أسماك، في عالم ثدييات، في عالم زواحف، في عالم حشرات، كل هالعالمين ربهم الله سبحانه وتعالى. العالم العلوي السفلي، المرئي غير المرئي، الإنس الجن البهائم الطيور، كل العالم هذا سوى الله عز وجل، والله رب كل شيء، وأنا واحد من العالم، فهو إذن هو ربي ومعبودي الذي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم.
طيب اقرأ. قال بدأ المصنف رحمه الله على الصفحة. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأصول الثلاثة والمتمثلة في أسئلة القبر الثلاثة، وأثار انتباه القارئ أو السامع بسؤال وأجاب عليه. سأل السؤال وهو: فإذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، طيب كمل اثنان. وضح المصنف رحمه الله الأصل الأول وبين أن الرب والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وذكر الدليل وهو قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فالرب هو المعبود. سبحانه. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. ما هي التوحيد الثلاثة أصلا؟ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هل لتوحيد الألوهية اسم آخر؟ نعم، توحيد الألوهية ويقال توحيد العبودية ويقال توحيد العبادة. توحيد الألوهية هو نفسه توحيد العبودية، هو نفسه توحيد العبادة، واضح؟ ويسمى في التقسيم الثنائي توحيد القصد والطلب، لأن في التقسيم الثنائي الربوبية والألوهية يسمى المعرفة والإثبات، والألوهية اللي هو نفس العبودية توحيد العبادة يسمى إيش؟ القصد والطلب، واضح؟ الألوهية اشتقاق من الإله، لأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة ولا شريك له. والعبودية اشتقاق من العبادة التي يجب أن تكون لله عز وجل. فالعبودية نسبة إلى أفعال العباد، سمي توحيد العبودية. والألوهية نسبة إلى استحقاق الله عز وجل للألوهية، فهو الإله الحق، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير، واضح؟ طيب الآية هذه الحمد لله رب العالمين يقول جمعت التوحيد بأنواع الثلاثة. خلينا نجتهد احنا نطلع أين الحمد. إيش معنى الحمد؟ يعني الكمال، صفات الكمال كلها. كيف عرف كلها؟ لأن قال الحمد بالألف واللام، فماذا تفيد الألف واللام؟ الاستغراق. إيش تفيد؟ ما اسمك؟ ها؟ أيوب، من أبي أيوب. أيوة. طيب إذن الحمد يعني كل الحمد، لأن الألف واللام للاستغراق، استغراق كل الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقرأ التشهد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت أو بلغت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. كيف؟ لأنه قال الصالحين، فقال معنى هذا أن الألف واللام تفيد الاستغراق، واضح؟ إذا قلت لا تغتب المسلمين، يعني من لا تغتب أي واحد من المسلمين؟ كلهم، لأنه قال المسلمين، واضح؟ بالألف واللام الاستغراق، كل أسماء الله عز وجل فيها ألف واللام معناها الاستغراق. السميع يعني إيش؟ يعني السمع المطلق الكامل، لأن السميع. البصير كذلك، العليم كذلك، فالألف واللام تفيد الاستغراق. فالحمد يعني صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال كله. كيف عرفنا كله؟ الألف واللام التي تفيد الاستغراق. لله اللام للاستحقاق، ها صار إيش؟ كل الحمد بالألف واللام الاستغراق. لله، لله هذه كلمة أو كلمتان؟ لله، ها كلمة أو كلمتان؟ كلمتان. كلمتان، اللام حرف جر والله، صح؟ إذا هم كلمتان. اللام هذه من حيث الإعراب حرف جر، تجر الاسم اللي بعدها، لكن من حيث معناها في مثل هذا السياق للاستحقاق، للإيش؟ صار إيش؟ الألف واللام للاستغراق، واللام في لله للاستحقاق. للاستغراق يعني كل الحمد، للاستحقاق يعني يستحقه الله. كلمة عظيمة هذه. إذا هذا الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، لأن معناها شنو؟ كل الكمال يستحقه الله، كل العظمة يستحقها الله، كل الجمال
يستحقه الله، كل الكبرياء يستحقه الله في الكلمة هذه. فذاك ربنا جل وعلا بدأ بها كتابه. أعظم ما أنزل الله من كتبه من كلامه على البشر القرآن، وأعظم ما أنزل الله عز وجل من القرآن إيش؟ الفاتحة. وبدأ بأعظم ما بدأ به كتابه بالحمد، فقال الحمد لله. بدأ أعظم سورة والفاتحة اللي أعظم سورة في القرآن اللي هو أعظم كتاب من بين الكتب بقوله الحمد لله. هذا كل التوحيد فيها، بما أن الحمد لله كله يستحق الله، إذن يستحق الربوبية صح، ويستحق الألوهية، ويستحق الأسماء والصفات، كله لله، واللام للاستحقاق. والتوحيد ما معناه؟ التوحيد ما معناه؟ ها قلت توقف، افتراض الله بإيش؟ بما يستحقه، بما يختص به، بما يجب له صح. وهذا إيش الآية؟ كل الحمد لام الاستحقاق يستحقه الله. فصار التوحيد كله في كلمة ها الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، فهو الرب جل وعلا الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، العالمين كل من سوى الله فهو من العالمين، عالم البشر، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الطيور، عالم الأسماك، عالم الثدييات، عالم الزواحف، عالم الحشرة، كل من سوى الله فهو من العالمين. واضح؟ واضح؟ فالله عز وجل في هذه الآية الحمد لله رب العالمين جمع إيش؟ الآية جمعت إيش؟ التوحيد كله. طيب الحمد، الحمد فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات. كيف الحمد فيه توحيد الأسماء والصفات؟ لأن الحمد إيش معنى الحمد؟ ها إثبات الكمال والكبرياء والعظمة والجمال كله. كيف عرفنا كله؟ بالألف التي تفيد. أيوب تفيد استقرار، الاستقرار إيه الاستقرار بالراء، الاستغراق صح، يعني إيش كله الاستغراق. واضح؟ كيف عرفنا أنه يستحقه الله؟ لأنه قال ماذا؟ لله، واللام استحقاق. كل الحمد يستحقه الله لله. لله فيه إثبات توحيد الألوهية. توحيد الألوهية لأن الله معناه المعبود. ما الفرق؟ أنت ما اسمك؟ إسماعيل. ما الفرق بين الله والإله؟ لا فرق. هي أصلا هي إيش؟ هي الإله، 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 لكثرة استعمالها خففت صارت إيش؟ الله. شوف لاحظ أيهما أخف، الإله ولا الله؟ ها يعني أيهما أخف، أن تقول بسم الإله الرحمن الرحيم أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أيهما أخف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فالله أصلها الإله، خففت صارت الله. ومعنى الإله المعبود، وهو الإله بالألف واللام، يعني المستحق العبادة الكامل. واضح؟ في إله غير الله عز وجل فيه كثير، لكنها غير مستحقة للعبادة. من الإله الحق المستحق للعبادة؟ واحد الله، وإلهكم إله إله واحد. واضح؟ الآلهة كثيرة، ربنا جل وعلا ذكرها في كتابه، سماها آلهة. واتخذوا من دونه آلهة، ما سمى آلهة؟ أتتخذوا أصناما آلهة؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، سماها آلهة، لكن آلهة إيش؟ باطلة. أما الإله الحق هو الله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. واضح؟ فإذا لله
كل الحمد يستحقه الله، والله عز وجل هو الإله. إذن هذا إثبات الألوهية. رب العالمين فيه إثبات توحيد الربوبية، واضح رب العالمين، واضح في هذه الكلمة. مع أننا نقول حتى كلمة الحمد لله من غير رب العالمين أيضا تدل على ماذا؟ على التوحيد بأنواعه الثلاثة. نعم. السطر الأخير في الصفحة 18 قال: أي كل ما سوى الله مخلوق، وإذا كنت مخلوقا لا بد أن أقوم بشكر الخالق المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. يفسر كلمة الشيخ محمد الوهابي قال: وقال وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال في الحاشية: أي كل من سوى الله مخلوق، وإذا كنت مخلوقا وهو كذلك فلا بد أن أقوم بشكر الخالق المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. اقرأ كلام الشيخ محمد الوهاب في صفحة 19. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل. فإذا قيل لك، شوف الأسلوب، سؤال وجواب حتى يلتفت طالب العلم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا الكتاب للمبتدئين صح، لكن أيش يستفيد منه طالب العلم المتوسط والمتقدم؟ انتبهتم؟ وهذا يعني من الإنجاز أن واحد يألف لك كتابا ينفع للمبتدئ والمتوسط والمتقدم، ثم حتى المتقدم ولو كان هذا الكلام قد يكون سهلا في حقه، هو يستفيد من أي ناحية؟ من ناحية كيف يعلم الآخرين. يعني أحيانا الواحد قد يقول: والله الدرس هذا كلام مفهوم سامعينه من زمان. أنت ليس بالضرورة فقط تستفيد الكلام اللي أنت تعرفه من زمان، ستستفيد أمور أخرى، منها أنك تتعبد الله بحضور الدرس ولا لا؟ حتى لو كنت نعسان أيضا تقوم مغفور لك ما شاء الله. شوف، حتى لو جاء بدون كتاب يا أيوب، ها أيضا لك أجر إن شاء الله. تبهتم؟ هذه ناحية. ناحية أخرى ممكن تتعلم ماذا؟ تعلم الإلقاء، كيف تدرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كيف تعلم؟ التعليم هذا علم، التعليم علم. كيف تعلم؟ كيف تسأل؟ كيف تجاوب؟ كيف تستخرج معلومة؟ كيف توصلها؟ كيف تكررها؟ كيف تنبه الطالب؟ هذا علم. حتى في الجامعات مادة اسمها ايش؟ طرق التدريس. شفت؟ تستفيد. انت لما تحضر الدرس تستفيد، ما ضيعت وقتك في شيء اخر. وذاك الشافعي يقول استفدت فائدة، يقول: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. الساعة هذه اللي حبست نفسك فيها في الدرس هذه رصيد لك يوم القيامة، لا تستهين بها، احرص عليها. فهنا الشيخ صح أن قد كنت يعني متقدمون في العلم، لستم كلش يعني طلاب ابتدائي، ولكن مع ذلك تستفيد. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني عشان أنت ممكن تروح تكلم طلاب ابتدائي بهالكلام، فقل بآياته. كمل: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، والآية العلامة لغة، وكل ولله في كل شيء آية، كل شيء آية، يعني علامة دالة على قدرة الله، على علم الله، على حكمة الله، على وحدانية الله، على استحقاقه للعبادة، على أنه الخالق المالك المدبر. كل مخلوقات الله آيات، لكن في آيات كبيرة. ومخلوقاته كل من سوى الله فهو مخلوق لله، حتى العباد وأفعال العباد، حتى أقوالهم، حتى كلام، حتى ما لا يحب، يعني الشياطين الله ما يحبهم جل وعلا، الله لا يحب الشياطين، لكن من خلقهم؟ هذا الله خالقهم.
ما في شيء مخلوق لغير الله، الله خالق كل شيء، خلق كل شيء وقدره تقديره. طيب، استدل بالآيتين ومن آياته الدالة على وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا القمر على الرغم من كثرة منافعهما، ومع ذلك قال لا تسجدوا. عاد كيف عاد واحد مقبور ولا شجرة ولا غصن ولا حجر؟ إذا الشمس والقمر من الآيات العظيمة لله وفيها منافع للناس، قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا القمر. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش على عليه، والعرش سقف المخلوقات، يغشي الليل النهار يعني يغطيه، يطلب حثيثا يعني مطالبة متتابعة، ما يذهب الليل إلا أتبعه النهار، ما يذهب النهار إلا أتبعه الليل، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، هو الخالق والآمر، تبارك الله رب العالمين، أي كثرت بركته وتعاظم الله جل وعلا رب العالمين. وتبارك لا تطلق إلا على الله عز وجل. أقرأ الحاشية رقم 1 أعلى الصفحة 19. قال: شرع المؤلف في ذكر مجموعة من الآيات الكونية والمخلوقات التي تدل على وجود الله، والتي تثبت أنه لا رب ولا خالق ولا معبود بحق إلا الله، وساق عليها الأدلة من القرآن كما هي مذكورة في المتن. كلام جميل. يقول أن ما ذكرهم الآيات تدل على أن الله موجود، لا ليس موجود فحسب، قالوا أنه الرب الخالق وأنه المعبود المستحق للعبادة بحق هو جل وعلا. الآيات لا تدل فقط أن الله موجود، ولا تدل فقط بأن الله هو الخالق، بل وتدل على أنه هو المعبود المستحق للعبادة. كيف؟ قال لأن الذي لم يخلق على ماذا يستحق؟ يعني الآن نحن بفضل الله موحدون لله عز وجل، لو سألنا سائل ليش ما تعبدون الصنم أو الولي، ماذا نقول له؟ نقول ولي ما نعبده، ويقول لي ماذا تعبدون؟ نحن نقول إيش؟ ولي ما نعبده. هل خلقنا؟ لا ما خلقنا. هل يرزقنا؟ لا ما يرزقنا. هل يحيينا؟ لا. هل يميتنا؟ لا. هل يبعثنا يوم القيامة؟ لا. هل خلق الجنة والنار؟ لا. بيده الجنة بيده النار. هل يغفر لنا؟ هذا المخلوق لا خلقني لا رزقني لا يحييني لا يميتني، لم يخلق جنة ولا نار ولا يقيم القيامة ولا يحق الحاقة ولا يحاسبني. المفروض أنا أقول ولما أعبده؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ذلك هو الضلال البعيد. تعبد مخلوقا لا يضر ولا ينفع، تعبد مخلوقا مخلوقا مثلي، تعبد مخلوقا لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا أعظم سفه. لكن لو سألتني ولماذا تعبد الله؟ أعبد الله، هذا سؤال أعبد الله، خلقني الذي خلقني فهو ويميتني، الذي خلقني فهو يميتني، صح؟ فالله خالقني يحييني يميتني يطعمني يسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني ويبعثني يوم القيامة، وبيدي ملكوت السماوات والأرض، ويجير ولا يجار عليه، ويطعم ولا يطعم، وخلق الجنة يرحم بها، وخلق النار يعذب بها، كيف معبود؟ إلا معبود وأعبد من؟ أعبد هواي، ولا أعبد صنما ولا وثنا، ولا أعبد وليا، ما الولي نفسه يعبد الله عز وجل. وكيف صار ولي أصلا هذا الولي؟ كيف صار وليا؟ ما بلغ درجة الولاية إلا لأنه إيش؟ عبد الله وحده لا شريك له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الولي هذا أصلا ما صار وليا إلا لأنه عبد الله وحده لا شريك له، إلا لأنه آمن بالله واتقاه، فكيف أعبده؟ بل أنا المفروض إذا أحب هذا الولي وعاجبني ومعجب فيه
وشايفة له منزلة أتبعه بماذا؟ أعبد الله مثل ما هو عبد الله، مش راح أعبده من دون الله. بل هذا الولي لا يرضى أن يعبد من دون الله، لو يرضى أن يعبد من دون الله لكان طاغوتا مش وليا، بل وليس حتى بمسلم، لكن هو لا يرضى. رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل أولياء الله، قال له لفظا، قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. قال وكل مخلوق هو آية على وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن غاير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين الآية والمخلوق، لأن الآية تتغير مثل الليل والنهار، والذي يتغير يكون فيه قوة دليل عن الذي لا يتغير. نعم، هذه الآية في سورة البقرة. قال بعض العلماء، طيب، قال والرب هو المعبود، أرجع المتن، والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، الحاشية، قال هذه الآية في سورة البقرة، هذه الآية في سورة البقرة. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها أول نداء في القرآن يا أيها الناس، وفيها صح. قال بعض العلماء، هذا واقع، ابدأ بالقرآن، افتح سورة الفاتحة أو البقرة، أول نداء يا أيها الناس، هذا النداء أول نداء في سورة البقرة في القرآن، أول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، صح؟ وفيها أول فعل أمر في القرآن اعبدوا أي وحدوا. نعم. وفيها أول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نهي عن الشرك. طيب، قال والرب هو المعبود، الرب هو المعبود، لكن ليس معنى الرب هو المعبود أن الرب والمعبود من حيث المعنى واحد، لا، لكن ممكن أن يعبر عن المعبود بالرب وعن الرب بالمعبود، هذا ممكن، لكن من حيث التفصيل في فرق بين المعنيين. قال جل وعلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، من هو الرحمن؟ الله عز وجل. لكن هل الله، لفظ الله ولفظ الرحمن المعنى واحد؟ هم يعني الله هو الرحمن، الرحمن هو الله، هذا ما في إشكال، لكن من حيث المعنى هل الله معناه الرحمن أو الرحمن معناه الله؟ الجواب لا، صح؟ ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. وكذلك يقال في الرب والإله، الله هو نفس الإله، الرب الله من أسمائه الرب، لكن حيث المعنى في فرق، لكن دلالة الله على الله عز وجل، ودلالة الرب أيضا هو الله عز وجل، والرحمن هو الله عز وجل، والرحيم هو الله عز وجل، والسلام هو الله عز وجل. ولذلك إذا أطلق الرب من غير ذكر الإله يراد به الرب، يراد به الإله المعبود. فذاك ماذا يسأل الإنسان في قبره؟ ها، من إلهك ولا من ربك؟ من ربك؟ فيأتي بعض الجهال وبعض المغرضين وبعض أهل البدع فيقول شوف، ستسأل في قبرك عن ربك، لن تسأل عن إلهك. هذه مغالطة كبرى، لأنك لما تسأل عن ربك، أي الرب اللي تسأل عنه؟ الذي تعبده ولا المجرد الذي خلقك؟ تعبده، وإلا كونه خلقني، حتى إبليس يعرف أن الله الذي خلقه ولا لا؟ ماذا يقول إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار. ما صار موحدا ولا مؤمنا لمجرد أنه أقر بأن الله عز وجل خلقه من نار، وخلق بعد أيش؟ آدم من طين. لكن متى ينجو الإنسان؟ إذا أقر بأن الله الذي خلقه هو إله المعبود بحق وقام بعبادته. فإذا سئل الإنسان في قبره من ربك،
مش مجرد أنه مقر بأنه موجود أو مقر من ربك اللي كنت تقر أنه موجود أو الذي كنت تقر أنه خلقك أو الذي تقر أنه مستحق العبادة أو الذي كنت تعبده، لا، بل لابد أن يكون المعنى الصحيح المتكامل. الرب الذي الموجود الذي خلقك وهو الإله الذي تعتقد أنه مستحق العبادة وهو الذي قمت بعبادتي ولم قلوا معي ولم تشرك به أحد. فمن أنكر وجود الله عز وجل فهو كافر ملحد، قال لا موجود بس لم يخلقني، هذا كافر ملحد. قال الله عز وجل موجود وخلقني لكن ليس بإله، هذا كافر ملحد. قال لا، إله معبود مستحق العبادة لكن أعرض عن عبادته، هذا كافر بعد. قال موجود وهو خالقني وهو الإله الحق المستحق العبادة وقام وعبده لكن عبد معه غيره، هذا مشرك. متى ينجو؟ إذا أقر بأن الله موجود والخالق لكل شيء والإله الحق والمستحق العبادة وقام بعبادته ولم يشرك به شيء. هذا التوحيد، هذا هو التوحيد. مسألة طويلة وكبيرة، وهو كذاك التوحيد شيء عظيم، تدخل الجنة به، لا تدخل الجنة إلا به. انتبهتم الآن؟ سلعة الله الجنة وسلعة الله غالية، صح؟ تريد تدخلها، يدخلها إنسان بالشرك ولا بالاستكبار على الله ولا بالجحود ولا بالإلحاد؟ لا، لن يدخلها إلا بالدين الخالص التوحيد الصحيح. ألأن سلعة الله، ألأن الجنة سلعة الله، ألأن سلعة الله غالية؟ قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا اللي يشرك بالله، كيف عاد الذي لا يعبد الله؟ هذا يعبد الله ويشرك به، الجنة عليه حرام ومأواه النار. هذا يعبد الله ويشرك، كيف على الذي لا يعبد الله؟ كيف الذي يقول الله لا يستحق العبادة؟ كيف الذي يقول الله ليس بخالق؟ كيف الذي يقول الله ليس بموجود؟ هذا أيهما أكمل؟ أيهما أكمل؟ واحد يقول الله موجود فقط، واحد يقول الله موجود وخالق، واحد يقول الله موجود وخالق مستحق العبادة، واحد يقول الله موجود وخالق ومستحق العبادة ويعبده، واحد يقول الله جل وعلا موجود وخالق ومستحق العبادة ويعبده ويشرك به يعبد غيره، أيهم أكمل واحد من الخمسة ذري؟ هذا رابع. أيهم يعبده؟ كل مشرك يعبد الله، حتى إبليس يعبد الله. إبليس عبد الله ولا لا؟ أليس الدعاء عبادة؟ إبليس دعا الله ولا ما دعا؟ إيش قال؟ قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، هذا دعا الله، صح؟ قال وبعزتك، حلف بالله. حتى إبليس، حتى المشركون إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله، حتى الروافض، حتى النصارى، حتى الكل يعبد الله. لكن ما يكفي تعبد الله، لابد مع عبادة الله أن لا تشرك به شيئا. فلاحظ، هذا اللي يعبد الله ويشرك به، يعبد الله ويشرك به، هذا أكمل من الذي إيش يقول ما لا يوجد الله، وأكمل طبعا من اللي يقول إيش الله موجود وهو الخالق، وأكمل من اللي يقول إيش مستحق العبادة، وأكمل من الذي يعبده. ها هو إيش؟ هذا يعبده وهذا أيضا يعبده، لكن هذا يعبده ويشرك. من الذي ينجو من هؤلاء الخمسة؟ ولا واحد. ربنا جل وعلا قال عن هذا الخامس، ماذا قال عنه؟ قال إنه من يشرك بالله، ما قال الذي ينكر وجود الله، ما قال الذي ينكر أن الله الخالق، ما قال الذي ينكر الله أن الله يستحق العبادة، ما قال الذي يعبد الله فقط، قال لا، يعبد الله ويشرك. هذا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. يعني هذول كلهم، هذا آخر واحد. إذا من الناجي منها اللي
يقر بوجود الله ويؤمن بأن الله هو الخالق وأنه مستحق العبادة ويقوم ويعبده ويخلص له الدين لا يشرك به شيئا، هذا هو، من أجل هذا خلقنا. فقال واعبدوا الله، ما وقف هنا اعبدوا الله، قال إيش؟ ولا تشركوا به شيئا، واضح؟ طيب، يقول هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، من هو؟ الذي خلقكم والذي من قبلكم، يعني وخلق الذي من قبلكم، لماذا نعبده؟ قال لعلكم تتقون، أي لكي تنالوا التقوى. هذا الرب الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم، هذا شأنه، فلا تجعلوا لها أندادا، لا تشرك به، وأنتم تعلمون أنه لا ند له بخلق هذا الأشياء، ما في لله ند، جعل الأرض مع الله خلقها، جعل الأرض فراشا، ولا ند مع الله أنزل من السماء ماء، ولا ند مع الله أخرج إيش من الماء هذه ثمرات رزقا لنا، ما في. بما أنكم تعلمون بأن ما في، فالواجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا تجعل لها أنداد، وأنتم تعلمون أن خالق الأشياء والله وحده، إذن يجب أن يكون هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. قال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال الحاشية يعني، يعني أن المنفرد بتوحيد الربوبية يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية. نعم، هذا من لوازمه، يلزم من كونك تقر بأنه جل وعلا المنفرد بالخلق والملك والتدبير أنه رب العالمين، يلزمك إذن أن تعبده. فمن أقر بالربوبية لزمه أن يعبد الله عز وجل وحده. طيب كمل، كمل 27. وأنواع العبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرحمة. الساعة كم بدأنا الدرس؟ 8:30. كملنا ساعة ولا بعد؟ كملنا؟ إذا نكتفي، نقف على إيش؟ وأنواع العبادة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.